كل واحد من الطلاب دخل البرنامج وعنده توقعات مختلفة. اللي يبغى يطور مهاراته في الشعر وطريقة الإلقاء، واللي يبغى يتعلم مهارات التواصل في اللهجة الإماراتية. بس أكثر شيء الشباب كانوا شغوفين يتعلمونه أنه يتعرفون على أصالة الماضي، وأنه كيف أثرت في حصول أناقة الحاضر في إمارة أبوظبي والإمارات. كانت تجربة ممتازة بس صعبة وسهلة بعد، عشان أحيانا ما عرفت كيف نقول، كيف أقول كلمات، وما عرفت شيء وايد عن ثقافة الإماراتية. بس أسرتي كانت ممتازة وايد وايد، وعشان هذا التجربة كانت سهلة بعد. على المستوى الشخصي طبعا أنا معجب كبير بتبادل الثقافات ووجود مجموعة متميزة من جنسيات مختلفة. تعلم الإنسان التواضع وتوسيع الآفاق الفكرية، وأنا كلي فخر أني قدرت أعاون البروفيسور ناصر أسليم في هذه التجربة. وهالبرنامج وتجارب أخرى في جامعة نيويورك تخليني أفتخر أني أشتغل هناك. الإماراتيون هم عندهم قلب كبير وايد، قلب طيب وكرامة. وتجربة في أسرة إماراتية كانت زينة وايد، وأظن أن الإماراتيين عندهم شخصية زينة وايد، وعشان هذا أحب شخصية إماراتية. هذا بالنسبة لي أكثر شيء في الثقافة. كلت لين شبات كل يوم في الأسرة. أحب خلويات وايد وايد، وأحب الخريس وأم علي، وأحياناً ما رمت أكل أكثر، بس الأسرة ترمس يلا بنأكل. وأحب اللحم وايد، وأحد مرة ذهبت إلى روس، وهناك نحن كلنا جمل. أيوة، وهذا أول مرة في حياتي. وأحياناً وكل وقت في الأسرة نحن كلنا مع بعض، وأكل كويس بالنسبة لي، زين وايد، وطعم طعم جيد. أساعد أستاذ ناصر في الصف، شفت تحسن وايد في الصف وأنا مستانسة، عشان شي أحب هالوقت عشان أنا مع الطلاب وأنا تهدى الحين.